أهلا فيكم. كثير طلبوا مني فيديو جولة في غرفتي، فاليوم قررت أني أسوي لكم هذا الفيديو. بس قبل لا نبدأ بحط لكم حساباتي في سناب والإنستغرام، ضيفوني ويلا نبدأ بالفيديو. أول ما تدخلين من الباب بيجيك على اليمين التلفزيون، حاطته على هذا الكرسي، هو كرسي تسريحة بس أنا فكيت الكفرات حقتها وحطيت الطاولة. أفضلت أني أحطه كذا على الطاولة هذه عشان يكون سهل التنقل متى ما بغيت أنقله، يكون سهل علي وما يكون في مكان واحد، وعادي أقدر أوديه أي مكان أبي، أقدر أحطه قدام السرير، أقدر أخليه هنا، أقدر أنقله معي أي مكان. فحطيت على هذه الطاولة أو هذا الكرسي، وعشان الغرفة صغيرة فما كان في مكان أني أحطه فيه، عشان كذا حطيته هنا عند الباب، ما في إلا هذا المكان. واللي أنا كان مرة ودي أني أحطه قدام التلفزيون، يكون أحلى إذا جيت أبي أشوف شيء أو كذا، يكون قريب ومكانه مرة حلو، بس الغرفة صغيرة فما في إلا هذا المكان للأسف. هنا فوق هذه المراية، طبعا غرفة فيها سريرين، سريري وسرير أختي، بس الحين أنا في الغرفة لحالي، فكنت حاطة تحت المراية التسريحة والسريرين، كنت حاطاتها جنب بعض جمعتها، يعني صايرة سرير كبير. بس الحين غيرتها وحطيت كل سرير لحالة، فشلت التسريحة من تحت لأن هنا في السرير، وهذا هنا جنب السرير في الكومودينة هذه حاطة فيها هذه السلة أو هذه زي الرف، حاطة فيها الكريمات والأشياء اللي أستخدمها قبل النوم، وحاطة فيها علبة الموية هذه. وبعدين هنا سريري، طبعا فوق سريري في هذا الشباك وهذه الدريشة، أحب مرة أن يكون فوق السرير دريشة عشان تكون إضاءة الشمس، مرة أحب إضاءة الشمس في الغرفة. وهذه سلة الزبالة حاطتها هنا جنب السرير. وبعدين هنا هذه الجهة اللي دائما أصورها لكم، أول شيء هنا التسريحة نقلتها من هناك حطيتها هنا، وحلو مكانها هنا عند إضاءة الشمس، أحب أصور لو بغيت أصور عليها وكذا إضاءة الشمس تكون قريبة، لأنها هناك مكانها ما أعجبني. صح إن شكل المراية الحانة هناك غلط، بس هنا مكان التسريحة مرة حلو. الشيء اللي عاجبني في المراية إنها تثبت في الجدار بمسامير، فيعني صعب تنقلها، بس عادي خلها. هنا حطيت التسريحة، حاطة فيها هنا القهوة وآلة القهوة التركية، وهنا حطيت هنا المناكير والعطور وبس. طبعا التسريحة حاطة فيها درجين أكواب ودرجين مكياج وكذا أشياء هذه، وواحد من الدروج حاطة فيه الأجهزة مثل الاستشوار. هنا جنب التسريحة فيه هذه الطاولة، مرة أحب هذه إذا جيت أبي آكل على السرير أو كذا، وهذه السلة حطتها للمفرحات إذا بغيت أشتري مفرحات أو كذا أحطها في هذه السلة، مرة حلوة طلبتها من شي إن. وبعدين هنا المكتب، أكثر جزء في الغرفة مرة أحبه، طبعا مكتبي كثير شفتوه كثير صورته لكم فما راح أتكلم فيه كثير. المكتب شريته من إيكيا، والكرسي هذا حاطه مؤقت بس، وهذه طلبتها من جولي من زمان وبس. حاطة يعني ما حطيت تفاصيل كثير في المكتب، بس الكتاب الكتب هذه اللي على الزاوية، وأقلام أوراق وشموع وبس، هذيك النبتة اللي هناك. بعدين هنا المكتبة، هذه الكتب عندي بوريكم الحين، بقولكم تفاصيل. أول شيء هنا فوق هذه الكتب اللي ما قد قريتها، بس أول كتابين هذه اللي هو هذا وهذا اللي هو مكتوب وسلالة الدم، هذه كتابين قارية منها شوي في البداية وما كملتها، بس باقي الكتب اللي في الرف اللي فوق ما قد قريتها. الرف الثاني حاطة فيه هنا هذه الولاعة للشمع، حاطة فيه هذه الكتب ما قد قريتها، وفي هذه الدفاتر حطتها هنا من قريب، بس هذه الدفاتر ما قد كتبت فيها فعشان كذا حطتها هنا في المكتبة. وهنا بعد هذه الكتب حاطتها ما قد قريتها، حاطة هذه فيها الفواصل. والرف هذا كل الكتب اللي قريتها، هذه كلها قريتها، وهنا هذه كلها قريتها، وحاطة هذه النبتة، وهناك الورق حق المهام. وهذا الرف بعد الكتب اللي قريتها، بس الكتب المفضلة يعني الكتب اللي مرة قريتها وأعجبتني فحطيتها في هذا الرف. والرف اللي تحت حاطة فيه الكتب اللي قريتها وما كملتها، وحاطة فيه كتب المدرسة.
وهنا حاطة هذه الإضاءة اللي صورتها لكم وسويتها معاكم. بعدين هنا حاطة سجادة الصلاة وسلة الملابس، وهنا الدولاب. طبعا الغرفة كلها تفصيل، بس المكتبة والمكتب من إيكيا. مثل ما تلاحظون الغرفة فيها دريشتين، مرة أحب إضاءة الشمس. حطيت واحدة عند المكتب لأني أحبها إذا جيت أبي أصور أو شيء، وحاطة واحدة عند السرير وبس. هذه الغرفة. أتمنى الفيديو عجبكم. أني ما كان ودي أصور هذا الفيديو، بس صورته لكثرة الطلبات عليه وبس. مع السلامة، أتمنى عجبكم. إلى اللقاء في فيديو قادم، وبحط لكم حساباتي في سناب والإنستغرام. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك.